إلى لبنان هذه المرة، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في خربة سلم بمحافظة النبطية جنوب لبنان، كما تسببت الغارة بدمار واسع نطاق بعشرات المنازل المحيطة. هذا وأعلن حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانية. في حدا يتنجم البيت على واحد.